دكتور ومفكر الإسلامي طارق رمضان، يقدمه الجميع على أنه مفكر إسلامي وبروفيسور بجامعة أكسفورد بلندن، وكذلك أستاذ زائر بالمغرب وقطر وماليزيا، ويدرس دكتوراه في اليابان. ولكن فلنسأله كيف يقدم نفسه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط يعني أخ في الإسلام، أحاول على قدر الاستطاعة أن أقدمه بعض الأفكار فيما يخص المسلمين، يعني نرجع إلى المصادر الإسلامية، وكذلك يعني الوضع الاجتماعي والسياسي في العالم الإسلامي، وكذلك طبعا في الغرب. شكرا. هل أنت عربي أم أنك أوروبي كما تقول في عدد من التسجيلات؟ أنا لي عدة كل هويات، والأصل طبعا هو الهوية الإسلامية، عربي بما يخص الذاكرة طبعا، الأصل مصري، وكذلك يعني أنا أوروبي ثقافة، وهذا يعني من الممكن أن يكون لنا عدة يعني هويات حينما نتكلم عن الوجود في الغرب والانتماء إلى الإسلام. شكرا. تتبعنا جميعا ما وقع في لبنان وما وقع في سيناء في الطائرة الروسية، وكذلك ما وقع في باريس وما وقع في باماكو مؤخرا. طارق رمضان المفكر والمتابع لكل ما يقع على المستوى العالمي، هل يعتبر هذه تدخلات إرهابية معزولة أم أنها حسابات دقيقة، أم هي حرب قائمة بالفعل ما بين الغرب والشرق؟ لا يعني في تدخلات إرهابية، وهذا يعني شيء واضح أنه يكون في تنسيق، ويكون في شبكة على مستوى أو على المستوى العالمي، هذا يعني وارد كذلك، ولكن لا يمكن أن نأخذ هذا بدون أن نربط هذا بما يخص السياسات العامة التي تأتي من الغرب وتأتي من داخل بلاد إسلامية. وأنا يعني رأيي فيما يخص الإرهاب الآن وما يسمى بالدولة الإسلامية وداعش، إنه هذا يعني في فعلا يعني بعض الأشخاص يعني يقدمون أفكار يعني شاذة وبعيدة كل البعد عن الأصل والأسس الإسلامية، ولكن في نفس الوقت اللعبة السياسية موجودة وواضح الآن إنهم ديانة المصالح طبعا، وهو كذلك يعني وشيء واضح، ولابد لنا أن نفهم الوضع السياسي ونأخذ بعين الاعتبار كل هذه المسائل فيما يخص السياسة العامة في المنطقة وماذا يحدث في داخل البلاد، في العراق وفي سوريا وفي طبعا اليمن وكذلك في مصر، والوضع خاص لإسرائيل والسياسة الإسرائيلية في المنطقة. هل القبول بالدولة الإسلامية داعش هو تبرير للقبول بدولة إسلامية، دولة مبنية على أساس ديني في إسرائيل؟ لا أعتقد أنه هناك علاقة، هو فقط يعني اللعبة بالإرهاب، ما يسمى بالإرهاب الإسلامي، لكي يعني يكون في سياسة في المنطقة تدعم السياسة الإسرائيلية، ويكون الهدف يعني عدم الاستقرار في المنطقة. أكيد تتبعتم ما وقع على مستوى العالم العربي في الخمس سنوات الأخيرة، هل تعتبر الربيع العربي انتهى أم أنه لا زال مستمرا، أم هو فقط يعني هل تعتبرونه ثورات أم هي فقط انتفاضات موجهة؟ أنا قلت وكتبت في هذا يعني لم يعني أعتقد أنه شيء بدأ من العرب، الربيع العربي لم يبدأ إطلاقا، بالنسبة لي هي لعبة سياسية من الداخل ومن الخارج، ولكن طبعا الشعوب قامت وكان في يعني فعلا يعني ما يخص الحرية والكرامة الأشخاص والشعوب، ولكن في نفس الوقت هناك يعني لعبة سياسية على مستوى أعلى من هذا، ليس لها علاقة إطلاقا بالديمقراطية والوضع السياسي، ولكن الأصل هو النظام الاقتصادي في المنطقة، والعودة عودة أمريكا في اللعبة السياسية والاقتصادية على في المنطقة. شكرا. معروف عن طارق رمضان أنه يتنقل كثيرا عبر الخمس القارات ليخاطب المسلمين في كل مكان، ما هي رسالتك للشباب المسلم سواء المهاجر أو سواء الذي يقيم في بلده؟
يعني شيء بسيط جدا، الأصل العودة إلى الأسس وإلى الضروريات فيما يخص الرسالة الإسلامية، العقيدة، فهم الروحانية والربانية وتزكية النفس وإصلاح المجتمعات والعالم. هذا شيء يعني أينما كنا فين أينما يعني حينما استقرينا في منطقة ما المفروض يكون هذا واضح. الشيء الثاني الثقة بالنفس، الثقة بالنفس، وشيء هذا مهم جدا. يعني في عدم الثقة الآن في الجاليات الإسلامية أو في المجتمعات الإسلامية أن نقدم شيء للعالم، شيء للعالم يعني من حيث فهم الإسلام والأخلاق الإسلامية والمبادئ الإسلامية والمقاصد، مقاصد الشريعة هي مقاصد يعني على أعلى مستوى. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث هو الانفتاح. نحن لا ننعزل عن العالم، ولكن سنجد في المجتمعات الغربية في مع الأشخاص والمواطنين غير مسلمين، المسيحي حتى اليهودي والبوذي وكل اللي عنده يعني دين بلا دين، أن الأصل نأتي بالقيم المشتركة أن نقدم شيء مع هذا يدخل في إطار كتابك الأخير أخلاقيات إسلامية. نعم، ولكن طبعا يعني هو في من داخل المبادئ الإسلامية، هو يعني مداخلة عن الأخلاق الإسلامية، ولكن في نهاية الكتاب فعلا نأتي إلى القيم المشتركة والأصل أن نأتي أن نقدم شيء، وهذا فهم وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فهي دعوة إلى الشهادة على الناس أن نقدم شيء بما يخص الأخلاق الإسلامية، القيم الإسلامية، والدور الفعال في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الغربية وفي العالم كله. هل من كلمة ل 2.5 مليون مشاهد يوميا لقناة إسبريس؟ ما يعني هي فعلا يعني كلمة من أخ إلى الإخوة والأخوات، إن شاء الله أن نرجع إلى المبادئ الإسلامية أن نقدم شيء للعالم، والأخوة والتنسيق وفهم العالم الآن، التنزيل من النصوص القرآنية وفهم المبادئ إلى الواقع، هذا من أهم الأشياء، وكلنا في هذا المجال لابد أن نلعب دورنا. فإن شاء الله تكونوا معنا ونكون سويا لهذه الرسالة ولهذه الرؤية المستقبلية إن شاء الله. Because you know what, I'm not talking about Palestinians. I'm talking about you. I'm talking about you. If you are for peace, you have to have the courage to stand up for principles. You see, this is why I like this organization, the way they put the words is justice and peace. No justice, no peace.